قولي وداعا لضعف البصر، مشروب معجزة يعالج ضعف النظر نهائيا. قولي وداعا لضعف النظر والعدسات نهائيا. ضعف النظر من المشاكل التي يعاني منها الكثير من الأشخاص هذه الفترة، وهذا بسبب استخدام التكنولوجيا مثل الكمبيوتر أو الهواتف الحديثة التي تعمل على الإصابة بجفاف العين. فقد يكون من الأفضل هو تناول المشروبات الطبيعية التي تساعد في تقوية النظر والتخلص من ضعف النظر، والعمل على تطهير العين من البكتيريا والجراثيم التي تتواجد فيها، ومن ثم العمل على تقوية شبكة العين وحمايتها من الضمور التي تعاني منها العين. مشروب للتخلص من ضعف النظر. من أهم المشروبات الطبيعية التي تساعد في تقوية النظر مشروب الحرشف البري، الفعال في تعزيز صحة العين والتخلص من مشكلة ضعف النظر، وهذا لأنه يحتوي على كمية من الفيتامينات الهامة، فهو من أفضل 2 لام الأعشاب التي تساعد في تقوية النظر وتمنح للعين فيتامينات فعالة تعمل على إصلاح التلف الموجود في العين والفعال في تجديد خلايا العين وحمايتها من الضعف التي تعاني منه، بالإضافة إلى أن مشروب الشمر يعالج قصور العين ويعمل على تهدئة الجهاز الهضمي ويحمي من مشكلة ضمور النظر، لأنه يحتوي على الفيتامينات التي تحتاجها العين. الشمر والعنبية والزعفران لتقوية العين. من أفضل المشروبات التي تساعد في تقوية العين وحمايتها من الضمور بشكل كبير، كما أنه يقضي على الالتهابات التي تتواجد في العين ويعمل على التخلص من مشكلة عتمة العين، فمن الممكن أن يتم استخدامه كغسول طبيعي يعمل لتهدئة العين والتخلص من المشاكل التي تعاني منها نتيجة ضعف الشبكية. وقد يتم تناول مشروب الزعفران الذي يعمل على علاج عتمة العين ويحمي من مشاكل عتمة العين التي تنتج عن التقدم في العمر، لهذا فقد ينصح بتناول هذا المشروب للاستمتاع بصحة جيدة.